رز بالخلطة بالتين، احلى رز بالخلطة ممكن تدوقوه. متهيألي ان انتوا لو جربتوه مش هتعملوا رز بالخلطة تاني من غير تين. هنبقى محتاجين ايه بقى؟ رز بالخلطه بتاع النهارده، انا وديت اللحمه كاني قلت لكم المقادير. بصوا بقى، مكعبات لحمه صغننه قوي اللي هي بتبقى اسمها راس عصفوره، صغننه قوي كده قد عقله الصباع، ماشي. ومكعبات تين برده صغننه برده، وسكر، زبده، توم، قرفه، بصل ابيض، لا الكريمه دي مش هنا، ماشي. ورز ولوز ومكعب من المرقه وملح. ملح ليه بس؟ الملح هيبقى معلقه ملح حلوه كده مع مكعب المرقه، عشان بس احنا حاطين سكر وتين كمان مسكر. بس عايزه اقول لكم انتوا مش هتحسوا باي سكر في الرز، هيبقى عادي جدا، وطعم التين هيديله طعامه زي ما قلت لكم حلوه جدا. خلاص طيب، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط معلقه زيت اهو كده، ماشي، ونقوم جايبين كده معلقه ونحط اللحمه اهو. ونقلب كده كويس جدا جدا. لحد ما تبقى لونها كلها بني. خلاص؟ نبتدي بقى نعمل ايه في اللحمة؟ نحط التوم، يعني فصين توم كده اهو كده اهو. خلاص نحط ونقلب التوم كده ينزل نكهته، ونقوم حاطين البصل، نسيبها بس كده شوية. ابتدي بقى احط لها البصل. طيب عشان بس الوقت، هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل السكر في طاسة مختلفة. خلاص، لكن احنا لو في البيت هنخلص اللحمة اللي بالبصل ونحطها في بولة، ونقوم حاطين السكر في نفس النكهة دي. خلاص، وبعد كده نحط اللحمة بقى عليه. تمام، بس انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كده واجيب طاسة احط ده هنا كده. هنجيب طبعا زبدة مع السكر، بتديله طعم جميل جدا اهو. حط مكعب كده، ونجيب السكر. استنى بس الزبده تسيح ونجيب السكر. نجيب هنا بودره الديمي جلاس بقى عقبال ما ده يخلص. طيب نحط هنا الميه المغليه كده. ليه بنحط على بودرة الديمي جلاس مية دافية او مغلية؟ عشان يدوب من غير كلاكيع. خلاص، اهم حاجة يدوب من غير ما يكلكع. انا حاسة هنا ان البولة صغننة، نحطه كده في بولة اكبر. بصوا اهو، احط السكر بقى. طبعا كلنا عارفين ان ايه، خلي بالكو السكر مع الزبده لما بيعمل كراميل، ولو طرطش بيلسع جامد جدا، فنخلي بالنا جدا من الخطوه دي. انا شخصيا يعني بصراحه بترعب منها. اهو نخليه كده لحد ما يبقى لونه غامق. انا عايزاه لونه غامق، كل ما السكر يغمق كل ما لون الرز يبقى حلو. تمام، لان احنا عقبال ما بنحط له الميه بيفتح شويه، فلو احنا اول ما يغمق حطينا الميه هنحس ساعتها الرز ساعتها هيبقى فاتح، ومش بيدينا الرز الحلو بتاع اللي بالخلطه. خلاص، بس مش يغمق لدرجه ان هو يتحرق، فخلوا بالكم لان في شعره ما بين الغمقان وما بين ان هو يتلسع مننا. نحط بس ايه شوية كده هنا كمان كده. بصوا داب خالص بقى، كريمي جدا، والحمد لله ولا يكلكع ولا حاجة، عشان اول ما نحطه على النار يتقل معانا. خلاص، طيب السكر كده تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بقى احط له القرفة اهو والتين. حاضر، هحط الرز بس ونطلع بريك. والتين اهو كده، واقلب. خلاص هقلب كده كويس قوي. هنا بقى اجيب الحلة اللي فيها مكعبات اللحمة، هوريكم بس ايه اخبارها ايه. بصوا بقت عاملة ازاي اهي كده، استوت هي نص سوا تقريبا. خلاص بصوا تمام. هنحط بقى الرز مع مكعب من المرقة. خلاص هنحط هنا بقى، مفروض هنا كوباية رز. خلاص هجيب اهي دي البولة دي بمقدار كوباية مية مغلية، اهم حاجة تبقى مغلية. نحطه كده ونقلب. فاضل ايه؟ فاضل الملح. احنا حطينا مكعب بس نحط ملح برده، عشان ايه احنا حاطين تين وحاطين سكر، فما تبقاش يبقى رز بالخلطه طعمه مظبوط. عايزه اقول لكم انا من الناس على فكره اللي قعدت مده طويله عقبال ما ظبطت الرز اللي بالخلطه بالذات، ظبطت السكر مع الحدوقيه اللي هو يدينا طعم ان هو حادق وفي نفس الوقت فيه كده حته شجري كده خفيفه جدا واحنا بناكل. يعني انا قعدت فتره عقبال ما ظبطت الموضوع ده، فعادي يعني ما تحسوش ان انتوا من اول مره مرتين ثلاثه، انا يعني يمكن المره العاشره اللي ظبطته وبقيت متمكنه فيه. خلاص نقلب بقى كده يا على الجمال. بصوا بصوا الجمال.